حوار الليلة مع عمر عبد الحميد في القاهرة. مصر السيسي يمد يده لأنصار الإخوان المسلمين، موضوع حوارنا ليلة. أرحب مرة أخرى بضيوفي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور طارق المرسي، والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الأستاذ تقادم الخطيب، والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عكاشة. نذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيوفي جميعا، وأبدأ مع الدكتور طارق المرسي. هل استمعت إلى حديث الفريق السيسي؟ نعم استمعت لحد. كيف قرأته؟ لا الحديث يعني له ملحوظات كتير جدا. أولا من حيث الشكل، عاب الحديث كل ما كان يعيبه الإعلام والمثقفين المصريين والنخبة على الدكتور مرسي. تحدث إلى أهله وعشيرته، هي مجموعة الضباط اللي موجودين عليه، أطنب كثير وكرر نفس العبارات. يعني أنت كنت عاوز الفريق السيسي يجي في ميدان التحرير ويتكلم؟ لا يا فندم، أنت هو بداية في مشكلة. وزير الدفاع لماذا يتحدث عن هذه الأحداث في حين أن احنا عندنا مفترض أن احنا عندنا رئيس مؤقت، مفترض أن احنا عندنا رئيس وزراء وهو وزير دفاع، ولكن يبدو أن انت إيه، أن انت لعدم رغبتنا، عشان بس ما تقطعنيش، لعدم رغبتنا في أن احنا نعترف أن نحن نقبل انقلاب عسكري متكامل، فبنحاول أن نضع مسميات أخرى. هذا الرجل يتحدث بصفته قائد الانقلاب العسكري، من وضع رئيس جمهورية مؤقت ومن وضع رئيس وزراء مؤقت، وبالتالي فهو بيتحدث مباشرة إلى الشعب بوصف قائد إيه الانقلاب. وليس قائد الجيش الذي فوضه الشعب في 27 من يوليو وهو وزير في الحكومة. طبعا عفوا أنا تركتك لك، يعني فقط أعقب يعني أنه باليوم نبيل فهمي وزير الخارجية تحدث، بالأمس المستشار الدكتور مصطفى حجازي تحدث، الدكتور حازم الببلاوي تحدث. يعني لماذا تتحسس من حديث السيسي؟ هو هي في حمة التصريحات والحديث بدأت من أول امبارح من كل هذا قيادات الانقلاب. عن المضمون الحقيقة كمان عندنا مشكلة غريبة جدا، وهي كثرة الحلفان والقسم والتأكيد على أنه لا يكذب. هي في عبارة كده شهيرة، يكاد المريب أن يقول خذوني، فلا يمكن التأكيد على ده. من حيث المضمون بقى بنلاقيه بيتكلم على حاجة غريبة جدا، أنه هو تحدث عن كل الرافضين للانقلاب وهم بالملايين موجودين في الشارع من أكثر من شهر. أين بالملايين؟ لا إذا كنت لا تراهم فأنت عندك مشكلة في متابعة الأحداث. بص سيد الفاضل، شغلتي متابعة الأحداث. لا يعني لو أنت عاوز تشوفهم أنت، لو كان يكفي أنك عشان تشوفهم تشوف أن هم تسجلوا في التاريخ بنسبة صمود أكتر من 45 يوم في ربعة وفي النهضة وفي والمسيرات موجودة في كل أنحاء الجمهورية الرافضة للانقلاب. لا يمكن الادعاء بأن الشعب المصري يقبل هذا الحكم العسكري، هذا الحكم البيادة بهذا الطريق. فإحنا عندنا حاجة في الحديث هنتكلم عليها، أنه هو أولا تحاشى ذكر هؤلاء، وعندما تحدث عن زي ما انت بتقول هو بيمد يده الإخوان، لا هو لم يتحدث عن الإخوان، هو تحاشى بنطر نفس أسلوب النظام السابق أن يتحدث عن جماعة الإخوان والإخوان المسلمين. هو تحدث عن هم وإحنا ومش يعني هم وإحنا. فهي هي الحقيقة الأساسية في هذا الموضوع هي أن المجلس العسكري ابتداء من ثورة 25 يناير كان يرغب في تقسيم هذا الشعب، ولم يقسم الشعب الإخوان المسلمين المجلس العسكري الذي كنتم متحالفون معه. لا مسألة يعني التحالف، هل تستطيع أن تقدم ورقة واحدة على دل التحالف؟ لكن طيب عندما تتعلم لا أستطيع، لا أنا لا أستطيع، ربما لسات تقادم يعني. طيب عفوا بس يعني احنا في عندي ضيوف عندنا وقت. تفضل يا سات تقادم. يعني الخطاب الذي يتقدم به الدكتور يعني هو نفس الخطاب الإخوان، لم يتغير، هو خطاب قديم جدا يتبنى نفس الرؤية التي لا تحاول أن تعبر عن ذاتها ولا تحاول أن تتطور، وإنما خطاب بالي يركز في مسائل معينة ولا يحاول أن يتعاطى مع المرحلة الحالية. هناك أمور معقدة جدا على أرض الواقع. يعني مالكش دعوة بالخطاب. لا أنا أتعاطى، لكنك يعني أنت يعني للأسف ليس خطابك، ليس خطابك فقط وإنما أفعالك. يعني أنا لم أخطأ، يعني ملوش علاقة لو سمحت. خطابك وأفعالك أيضا، يعني أفعالك حينما تقول هناك مسيرات مسلحة في الشارع متواجدة أيضا وتتحدث ثم تقول لا دخل لي، إذن أنت الذي تدعى الفرصة للجيش والشرطة أن يتعامل معك. هذه على فكرة الأجهزة الأمنية التي أنت لم تقم بتطهيرها وإنما اعتمدت عليها وسلحتها أكثر وأوغلت في إجرامها، فيها الآن
يعني تتعامل معك بهذا يعني المنطق الذي قدمت. انت بتعترف انها اجهزه انما انت ما زدت في اجرامها، انت ما زدت في يعني اجرامها. لا انا بس سؤال بس عشان سؤال انت تعترف انها طبعا مجرمة؟ هي مارست يعني قتلاً. هي اجهزه مجرمه، هي مارست نحن قتلاً. امام مجرمين. لا انت ايضا مجرم، انت ايضا مجرم، انت ايضا مجرم، انت ايضا مجرم. يعني لديك في الشارع مسيرات مسلحه، كيف سيكون التعامل مع هذه الاجهزه المسلحه؟ لا لا، هناك المناظر التي كانت على برج 15 اكتوبر يعني 15 مايو التي كانت والتي بثتها قناه سكاي نيوز كانت يعني اذا لهذا الامر. كنتم تقولون يا دكتور طارق ان من خرج في 30 من يونيو و 4 يوليو و 26 يوليو فوتوشوب، يعني كل شيء فوتوشوب، ليس يعني كل الذين نستضيفهم هنا في سكاي العربيه يا اخي في فوتوشوب. في 13 يعني مليون صوتوا، طيب هذه الصور عفوا 12 مليون ونص صوتوا الشفيف. فانا محدده نقطه محدده، المسيرات التي كانت على كوبري 15 مايو، ويعني العالم جميعه راى المسلحون الذين يسيرون فيها ويطلقون الرصاص على المنازل يعني الامنه. انت تقول انها يعني خلينا اقول لك حاجه بسيطه تشكك في ذلك يعني؟ لا لا انا خلينا حاجه بسيطه جدا، يعني اذا ما كناش عاوزين نحكم عقولنا بلاش قلوبنا، خلينا نحكم عقولنا. يعني انا لو خرجت في مسيره واطلب تعاطف الشعب المصري، فكيف يتسنى لي في خلال ان انا بطلب التعاطف ان انا اخد مسلحين واضرب النار على فهذا طيب. هذا تصور ساذج بيقدم لمجموعه طيب. من السذج في الأسف. ضيفي الثالث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمد عكاشة جاهز معي الان، كان هناك مشكله في الصوت. مساء الخير سياده اللواء، كانت هناك ملاحظات على الكلمه التي توجه بها الفريق أول عبد الفتاح السيسي من قبل الدكتور طارق المرسي ممثل حزب الحرية والعدالة، يقول بأنه كان أيضا يكرر ما اتهم به الرئيس السابق محمد مرسي من أنه كان يتحدث إلى أهله وعشيرته. بماذا تعلق؟ الفريق السيسي بيتحدث للشعب المصري، ولما استدعى الشعب المصري، ولما استقوى بالشعب المصري وليس بالأمريكان ولا بالغرب. النهاردة الفريق السيسي من حيث الشكل زي بيقول الدكتور بيكلم بيقول احنا وهم، طبعا لانه هم دول اللي هم الجماعه الارهابيه اللي اسمها الاخوان المسلمين، ما بنيش ذكر ليها، ما لهاش ذكر، هم يقول هم فعلا حقه. الفريق السيسي النهارده يوم ما طلب التفويض قال ايه؟ قال فوضوني عشان احارب الارهاب. ايه اللي خلى الاخوان يقفوا في وشه؟ ان هم الارهاب، هم اثبتوا على نفسهم ان هم الارهاب. الحاجه الثانيه، الفريق السيسي النهارده باصص لقدام وإدى فرصة مرة واثنين وثلاثة. أما موضوع الأعداد اللي بيتكلموا عليها دايما، فأفكرهم بجمعة الشرعية والشريعة اللي أثبتوا إن جامعة القاهرة، ميدان جامعة القاهرة كان فيه 6 مليون واحد متظاهرين، فيعني الأرقام عندهم ظاهر فيها نوع من العكوسات عند التانيين تبقى فوتوشوب، وعندهم هم 6 مليون في ميدان نهضة مصر. نعم طيب، يعني أدع المجال مجددا للأستاذ تقدم الخطيب لأنه لم يأخذ حقه في هذه النقطة، لكن يعني دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى، يعني الرسائل التي تضمنها خطاب السيسي أو كلمة السيسي، لمن توجه من وجهة نظرك أستاذ تقدم؟ يعني هو من الواضح أنه يتكلم مع الشعب المصري الذي قال له عليك أن تفوض وخرج بالتفويض. أنا على المستوى الشخصي كنت ضد هذه المسألة تماما، لأننا يعني حينما نظرنا بعد ماذا حدث بعد التفويض لم يتم تعامل أمني مباشرة، إنما كانت هناك خطة تسمى الخطة الأمنية للتعامل مع الاعتصام، ونحن تقابلنا مع الرئاسة وتحدثت أنا يمكن في الإفطار الذي كان عليها في سكاي نيوز مع المستشار الإعلامي للرئيس، وقلت حذرت من عملية فض الاعتصام بالقوة لأن الدولة تستحق يعني لا تتحمل أن يكون هناك مزيد من الدماء وعنف متزايد في هذه الفترة. كما أن مصطلح العنف والإرهاب هو مصطلح فضفاض للغاية. أيضا الإخوان المسلمون يعني بنص القانون الدستوري هي جماعة محظورة، ومنذ عام 1992 حينما خرج حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتم الطعن عليها ويتم إلغاؤه بأنها جماعة محظورة، وبالتالي عليها أن تتعامل مع كما قلت مع اللحظة الراهنة، عليها أن تسحب يعني أعضائها من الشارع ومسألة العنف المستشري أيضا. وكما أريد أن أرجع إلى نقطة مهمة جدا هي مسألة الخطة الأمنية التي وضعت للتعامل مع الاعتصام ومع الانفلات الأمني. هذه الخطة لم تتضمن حماية الكنائس، لم تتضمن حماية الطرق،
التفوق. أيضا إذا ما كان الهدف من عملية فض الاعتصام هو القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فلماذا لم يتم القبض على هذه القيادات حتى هذه اللحظة، ولماذا لا يتم إطلاقهم بهذه الصورة؟ هذا جانب. وجانب أن يكون أيضا أن تكون هناك محاكمات عادلة، هذا شيء نطالب به وشيء يعني يجب ألا يتم السكوت عنه. وبذلك نحن أمام عنف مستشري في الدولة المصرية. السيسي اليوم وجه خطابه كرجل عسكري، ولذلك يعني خطابه كان حازم، وأننا لن نستطيع أن نترك الأمور تنفلت إلى أكثر من هذا. أعتقد أن هذه اللغة سوف تؤجج من المشاعر أكثر، ستزيد من العنف أكثر. الإخوان المسلمون يصرون على أن تكون مصر جزائر جديدة. طيب وأيضا يعني نطرح هذا السؤال، يعني لماذا نتحدث باسم الإخوان المسلمين؟ دكتور طارق معنا، دكتور طارق المرسي، هل يمكن أن يمد الإخوان المسلمون يدهم حتى ولو كان متأخرا لهذه الدعوة؟ يعني عندما يقول السيسي أن يعني مصر تتسع للجميع، يعني طبعا هي يعني يمكن النقطة الإيجابية الوحيدة فيما قاله في كل ما ذكره في المان هي أن مصر تتسع للجميع، وهو يقرر حقيقة وليس ادعاء، لأننا ما طلبنا به جميعا أن الوطن يتسع للجميع، وهذه المقولة أساسا خرجت من الإخوان. الحقيقة أن احنا عندنا مشكلة حقيقية في خطاب الفريق السيسي اللي هو قائد الانقلاب. أولا هو يتحدث، والمتحدث الرسمي أمس عن الرئاسة تحدث عن الفاشية الدينية، وهو نسى أن الفريق السيسي عندما خرج اليوم بيتحدث عن دور الأزهر ودور الكنيسة، ومصر على إقحام الأزهر ومصر على إقحام الكنيسة. ليس مؤسسات احنا ليس عن الى التساوي هنا، لا لا هنا يعني احنا ليس عن لا 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 يا دكتور، هل تقارن بين ما احنا ما عندناش مشكلة سيد الأزهر والكنيسة؟ سيد الفاضل، هو في حاجة من الاثنين، يا إما هذا الاتجاه بيصر كما ذكر في كل الأحاديث وكل أحاديث النخبة التي جاءت بعد الانقلاب بتتحدث عن دولة علمانية، وبتتحدث حتى عن فصل الدين والسياسة، ولكن الإصرار على الشكل الكهنوتي للحديث كما ظهر يوم 30 في أثناء إلقاء البيان وشيخ الأزهر على اليمين، وهو مشهد حقيقة من العصور الوسطى، فمن يدعو إلى العصور الوسطى هو من يتحدث بأن الإخوان يريدون هذا المشهد من العصور الوسطى. هو قال ذلك منصة رابعة ومنصة يعني النهضة، يعني انت بلاش يعني تبقى تكون محامي ايه محامي الشيطان. انا احنا 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 بص احنا رد على الان ما تتقدم به الان احنا نتحدث، يعني انت تقول ان هذا مشهد، عفوا هناك اكثر من ضيف يستطيع الرد على طيب على هذا. فانت بالضبط انت يعني دورك اكثر من دياتي، يعني بين دوري جيدا، خلينا خلينا بس لا اريد ان نتناول هذه النقطة اذا سمحت لي. يعني انت يعني تقول عن مشهد وجود الازهر شيخ الازهر وال بابا كهنوتي ومشهد التهديدات التي كانت تطلق ضد الشيعة والتحرير، لا 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 ليس يعني سيد الفضل يمكننا أن تنتقد يعني يمكننا أن تنتقد الاثنين، بس خلينا عشان نوصل لنقاط مهمة في الحديث. الآن إذا كنت تسعى فعلا لحقيقة للمصالحة فهناك خطوات حقيقية. بداية عندما خرجت بدعوى أنك مفوض لإنقاذ هذه البشرية وملايين المصريين اللي انت بتسميهم ملايين، ومش فوتوشوب يا سيدي، لا 3-4 مليون، لا 10 مليون، لأن اللي صوتوا للفريق شفيق كانوا 12.5 مليون، وبالتالي فيمكن أنك تحشد أكثر من 10 مليون في أنحاء مصر كلها وليس في ميدان التحرير، لأن ميدان التحرير له سعة لو حسبتها بالورقة والقلم. بص المساحة يعني ميدان التحرير 75,000 متر مربع، يستطيع أن يأخذ 650. طيب انا بشتغل جي اي اس، انا جيوغرافي انفورميشن سيستم. لا يا فندم، لا يا في موضوع الحلقه، لا لا 600,000 الحرم المكي بس يتقادم عشان اللي بتقول كلام عشان الناس هتشوف بعد كده. الحرم المكي بالاربع، انا بقول لك جي اي اس، انا جيوغرافي انفورميشن سيستم. انا عارف لما كنت مستشار لوزير الثقافه، انا لا للاثار، انا في الوزاره وليس وليس مستشار، وعارف ان انت سبتها حصلت مشكله وتاجيل. لا ما حصل، مش مشكله ولا حاجه، لان انا اشتغلت 8 شهور بدون اجر، بدون جنيه واحد. يعني 600 هو بالضبط مساحه التحرير، خلاص لم يخرج التحرير الا مش هي دي المشكله. الاعداد بص لا توجد اليه في الديمقراطيه هي بعدد الروس، فهي ايه يعني ما نتحدث عنه الان لا يجب ولا يجوز الكلام عنه. ففي الحقيقه ان هو هذا الخروج او المطالبين طالبوا بانتخابات رئاسيه مبكره، وهذا لم يتم، ولكن تم التعدي على الدستور. ففي الحقيقه ان في هذه الحاله هناك مثل في البلاد العربيه هو مثل وحيد الحقيقه، وهو سوار الذهب. عندما سلم السلطه للمدنيين انسحب بالكامل، فلو الفريق السيسي صاحب نوايا حسنه
فكان علي بعد ما سلم لرئيس ديمقراطي أو رئيس مؤقت ورئيس وزراء مؤقت أن ينسحب تماما من المشي. وهذا لم يحدث لأنه في اليوم التالي أو بعد أسبوع خلهم على جنب وطلب تفويض مباشر. جيد جدا. اللواء محمد عكاشة، لماذا لم ينسحب الفريق السيسي من المشهد كما تفضل ضيفي؟ الفريق السيسي بيمارس مهامه كوزير دفاع، وما يتصدى للإرهاب هو مكلف بهذا التصدي بحكم الدستور وبحكم القانون وبحكم التفويض الشعبي اللي تم يوم 26 يوليو. فهو لم يتجاوز أحد، هو وزير الدفاع ومسؤول عن الأمن القومي المصري في الخارج وفي الداخل. فهو شاف إن في تهديد للأمن القومي المصري في الداخل فاستدعى الشعب وطلب التفويض، وهو بيتكلم بصفته وزير دفاع، هو ليس رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء. طيب ولكن عندما يقول الفريق السيسي، عفوا يعني أكمل سؤالي يا دكتور طارق، عندما يقول مصر تتسع للجميع وفي نفس الوقت يعني هناك اعتقالات تطال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ هو أنت حضرتك عايز يعني الإخوان يعملوا كل اللي هم عايزينه وإحنا نقف نتفرج عشان ما يبقاش في اعتقالات؟ وماذا يفعل ماذا يفعل؟ نعم. القتل والترويع، أخيرها امبارح بقى مسجد الفتح، اخرها الزمالك اللي حضرتك قلت عليها اللي ماشيين في الشارع يضربوا الناس في البيوت الامنه، اخرها حريق، اخرها قتل ضباط الشرطه. حريق ايه بس؟ حريق مبنى المقاولين العرب امبارح. خرج رئيس مجلس اداره المقاولين العرب يقول لا انه من طياره واستقال اليوم يا سياده اللواء. راجع معلوماتك بس عشان تبقى عارف. من فضلك ما تقاطعنيش، من فضلك انا ما تقاطعش في حاجه، ما تقاطعنيش. تفضل. كل اللي بيحصل النهارده على ارض مصر ده شيء يعني واضح جدا ان دي الجماعه الارهابيه الفاشيه تنظيم مسلح، وليس لهم اي اسم ولا وصف اكتر من هذا. فعشان كده لازم وزير الدفاع يتصدى، ولا وزير لو تقاعس وزير الدفاع احنا نحاسبه ونقول له ازاي انت ما بتحافظش على الامن القومي وعلى امن مصر. لابد هو ده دوره بالدستور وبالقانون. طيب انا اسمع يعني الدكتور طارق يقول وما دور وزير الداخليه في هذه الحاله؟ لماذا وزير الدفاع؟ وزير الداخليه شغال برضه معاه في الامن، وزير الداخليه انسحب، ما هي الشرطه بتقاوم. طيب يعني الشرطه بتقاوم. دي ادوات الدوله، دي ادوات الدوله. لو سمحت قلت لك ما تقطعنيش. دي ادوات الدوله في مقاومه هذه الجماعه الارهابيه، الجيش والشرطه. اعتقد ده طبيعي جدا في كل دول العالم، يعني ما جبناش حاجه جديده او ما اخترعناش حاجه جديده يعني. طيب سننتقل الى نقطه يعني جديده من حوار الليله ولكن مع ضيفي الاستاذ تقادم الخطيب، وهي يعني نقطه قديمه جديده. يعني الفريق السيسي اعلن غير مره بانه لن يكون له دور في الساحه السياسيه رغم الاشاعات والتقارير التي ترشحه لهذا الدور. اليوم اقسم مرتين بالله على ان حكم مصر ربما أو شرف حماية إرادة الشعب أعز من الحكم، وأقسم بذلك مرتين. بماذا تعلق؟ يعني هو حكم مصر أشرف، حماية مصر أشرف من الحكم، هذه أقوال يعني جميلة جدا وأي أحد يقولها، وأنا لا أشكك في نوايا وأيضا لا أحكم على نوايا، وإنما المرحلة الأساسية هي مرحلة تجعل الإنسان يتشكل فيها. هذا الشخص قد يكون في السياسة ثم تبدأ عمليات تشكله، وبالتالي نحن من الباكر جدا أن نحكم على ماذا سيكون، وأيضا من الباكر جدا أن نحكم هل ستكون في مصر انتخابات رئاسية في الوضع الحالي أم ستكون في مصر انتخابات برلمانية أم لا، لأن العنف المستشري في الشارع هذا سيقضي على أي أمل أن تكون هناك انتخابات حقيقية، سواء كانت انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية. الآن على الجماعة الإخوان المسلمين، وأنا أقصد جماعة الإخوان المسلمين لأن الدكتور كان بيقول تم استخدام مصطلح الفاشية الدينية، يعني أنت جماعة سرية لا أحد يعلم مصادر تمويلها، لها تنظيم دولي غير مقننة في القانون، تمارس أفعال خارج عن القانون، هناك مسيرات مسلحة في الشوارع، انتهاج لمبدأ العنف، خطاب عنف مستشري، تدفع بالبلد إلى أوج العنف الذي سوف يكون مدمرا لكل شيء على غرار ما حدث في الجزائر في التسعينات، ثم بعد ذلك تقول بأنها فاشية. يعني إذا لم تكن هذه الفاشية الدينية، الخطاب الذي استخدمته من قبل كان خطابا قسم المجتمع إلى نصفين، هدد هوية المجتمع ومكوناته، اعتمدت دستورا طائفيا أيضا، قمت بالتسليح وزيادة الأجهزة الأمنية ولم تحاكم قاتلا واحدا، قمت بضرب مكونات المجتمع المصري، ثم الآن تأتي وتتكلم وكأنك أنت المضطهد وكأنك أنت المظلوم. أنت الآن تجني كل ممارساتك السابقة ضد هذه الأجهزة، ولا بد أن تعلم شيء أننا نحن ضد عنف الدولة. طيب. وبالتالي عليك أن تسحب مسلحينك من الشارع وأن تتعاطى مع اللحظة الراهنة، لأن أمامك فرصة حقيقية أن تكون هناك مصالحة وأن ننجو بالمجتمع. أسئلة عديدة جدا طرحها يعني الأستاذ تقادم الخطيب، سأعطي المجال بالتأكيد للدكتور طارق المرسي ليرد عليها، ولكن بعد فاصل قصير نتابع الجزء الثاني ولكن بعد قليل.
نواصل حوار الليلة حول مصر. السيسي يمد يده لأنصار الإخوان المسلمين. نرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة دكتور طارق المرسي، والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الأستاذ تقادم الخطيب، والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عكاشة. نذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. الآن نستعرض بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين. زياد دمياطي في مشاركة له على فيسبوك يعلق على دعوة السيسي بقوله: بالتأكيد سوف تؤثر لأن الإخوان شعروا بالتفاف الشعب حول السيسي. تخالف هذا الرأي نجلاء أحمد بالقول: لن تؤثر لأن الإخوان لا يستمعون لمنطق العقل. أما محمد إبراهيم صالح فيقول: تصريحات محترمة من رجل محترم، ويجب أن يسعى الجميع لصالح البلد وينبذ العنف والتخريب. حسام محمد بدوره يقول: خطاب السيسي خطاب عاطفي مثل خطاب مبارك الأخير. وعلى النقيض يقول إسلام بندق: السيسي على حق في كل كلامه، ولن نسمح لأي فصيل بتدمير مصر. يوافقه زكريا بوشارلي بالقول: نعم سوف تسهم هذه الدعوة في تهدئة الأزمة، والسيسي قائد مثالي. محمد الهادي من ليبيا يرى أن لا خيار أمام الإخوان إلى الحوار الوطني أو سوى الحوار الوطني والسياسي، وإلا انتهت كحركة سياسية ودينية. إبراهيم حضيض من المغرب يشير إلى أن من أخطاء جماعة الإخوان أن كل ولائها للتنظيم الدولي للإخوان وليس للشعب المصري. أخيرا سفيان شوكيك أيضا من المغرب يقول: أعتقد أن نوايا السيسي تجاه مشاركة الإخوان صادقة، وعليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة. أرحب مجددا بضيوفي وأنتقل إلى الدكتور طارق المرسي. كانت هناك ملاحظات على ما تفضل به الأستاذ تقادم، لكي لا يعني يضيع الوقت تفضل. يعني التقدم اللي قاله أستاذ تقادم واللي قاله سيادة اللواء، الحقيقة أنه مجموعة ما يقدم من النخبة أو اللواءات السابقين بيستخدموا مجموعة من المصطلحات اللي في الغالب أنهم لا يدركوا معناها بشكل حقيقي. يعني أنا أسأله بإيه؟ إذا كان يستطيع أن يعرف ما هي الفاشية، وأتحداك إن كان يعرف. إذا كان يستطيع يعرف ما هو الأمن القومي، أتحداك أن يعرف. إذا كان يستطيع أن يعرف ما هو الإرهاب، أتحداك أن يعرف. ليه؟ ببساطة جدا، لأن مجموعة هذه المصطلحات لم تحدد حتى من قبل الأمم المتحدة. من يدفع مصر إلى النموذج الجزائري هو من يستخدم هذه الألفاظ تحديدا، لأن هذه الألفاظ استخدمها، يعني من يستخدم الألفاظ لا من يستخدم لا السلاح. طبعا هو من يستخدمها لوصف استخدام هذه الألفاظ لوصف المعارضين للانقلاب العسكري، هو ده الحقيقة، هي دي بداية المأساة. نسمع يعني إذا كنت تتشكك في مفهوم الفاشية وأنها لم يعني لم تعرف من الأمم المتحدة حتى الآن، فأنت يعني تعرف الانقلاب العسكري الذي خرجت الملايين لا يا سيد الفاضل، هذه سهلة. الانقلاب العسكري واضح جدا في تعريفه، هو كل سلطة لم تأتي عبر صندوق الانتخابات وأتت بالقوة المسلحة، حتى لو سندها مجموعة من الأفراد ولا ملايين مش هتفرق كتير، عشان بس ما تقاطعنيش. لا وحتى لو سندها ملايين، هذا هو انقلاب عسكري، لان ليس هناك طريقه في الديمقراطيات الا عبر الاليات. فمن يدفع مصر النموذج الجزائري هو من يصف مجموعه المعارضين بتوعه. انا قلت لك مجموعه كمان وما قلتلكش ملايين، يعني ان انت لان هذه كلها قيم لا تستطيع الحكم عليه. تقدر تقول ملايين، تقدر تقول مجموعه، تقدر تقول عشرات، لكن الطريقه الوحيده في الديمقراطيات لحساب هذا هو صندوق الانتخاب اللي بيحاول الجميع ان يلتف عليه. بدون شك على بياض. هو طبعا بالتاكيد هو نفس الجنرال السيسي، هو نفس الجنرال السيسي قال ايه؟ الموضوع كان بسيط، ومظهر الحمل الوديع كان ممكن يدخلوا الانتخابات، واللي له الأغلبية كان يعني. هل لهذه اللحظة توصلون؟ لا، أنا بس خلينا أكمل فكرة واحدة بس، عشان يعني مسألة الإنكار، يعني ألم يكن أنت ما قطعتش أي من الضيفين وبتقطعني عامل، يعني خلينا أكلمك بس. النموذج الجزائري أتى من عندما اعترضت وألغت القوة العسكرية النتائج الانتخابات. صحيح،
هذا غير صحيح. لا يا سيدي الفاضل، يعني سيدي انا دايس نموذج الجزائري. لا معلش، غير صحيح يعني. طيب الجزائر الجزائر لم تتسلم السلطه يا سيدي. يعني يا فاضل الاخوان المسلمين حكموا لمده عام. اسمعني يا اخي، ما هو استنى، عندما هو بنفس لا ليه اقول لك ليه صحيح؟ لان الانتخابات في الجزائر تم الغاء الجوله الاولى بعد الجوله الاولى. هو ما يحدث الساعه، من يقودنا عشان اخلص بس الفكره واحد، من يقودنا النموذج الجزائري هو من يستخدم مصطلحات غير معروفه غير محدده، وهي الارهاب والعنف. اي ارهاب تقصد؟ عندما خرج وطلب التفويض، وهذا غير سابقه غير معروفه في كل تاريخ الديمقراطيات ولا حتى جمهوريات الموز ولا حتى دول افريقيا. مفيش حاجه اسمها وزير الدفاع يخرج يقول للناس والنبي وعشان خاطري فوضوني. الكلام ده يا جماعه مش موجود الا في المجالس العرفيه. ولكن وعندما يكون امن قومي للبلد مهدد، ما هو الامن القومي؟ هذا الانقسام، ما هو الامن القومي؟ الانقسام، الانقسام موجود بعد يوم، بعد مباشره بعد استفتاء مارس، عندما عندما صور المجلس العسكري للشعب والحديثين في العمليه السياسيه. طيب، بان هناك نعم ولا. اسمعني بس، انتم من وافقتم الكلمه يا اخي. نعم. يا سيدي انا موافق، انا موافق يا سيدي، انا ما قلتلكش لا. يا اخي استنى بس، مسألة ان انا بحاول ان انا اقول اللي قال نعم يبقى متآمر، واللي قال لا يبقى مش متآمر وثوري. هذا هو الطريقة اللي استخدمتها الشؤون المعنوية في الجيش. كل اللي قال يبقى متآمر يعني مع الجيش. هذا الجيش الذي تشيطنوه. استنى بس، خلينا يسلمكم السلطة. يا سيدي لا يصلي، هو لا لا، هو اجبر على تسليم السلطة. كيف اجبر؟ ولم يكن عندما هددتم بحق البلد. لا يا فندم، اجبر على تسليم السلطة ليه؟ طيب، عندما حاول التمسك بالسلطة، عندما اصدر الاعلان للدستوري المكبل. بس خليني اقول لك، عشان مسألة الجزائر لازم ننهي يعني، لازم ننسي في كلمتين. طيب، 30 اقل من 30 ثانية. عندما تتحدث عن مصطلحات غير معروف وتصف اعدائك بانهم يمارسوا العنف ويمارسوا الارهاب، وهذه مصطلحات لم يتم تحديدها من قبل اي شيء، فانت بهذه التغميه تعطي ذريعه او تخلق ذريعه تستطيع ان تستخدم العنف الى اقصى درجه. عندنا 5000 شهيد، عندنا 12000 مصاب يا جماعه. 5000 شهيد لغايه دلوقتي الان. يا سياده اللواء محمد عكاشة، هذا هو الايه، سياده اللواء محمد عكاشة، ما تقوم به الدوله الان قد يؤدي إلى سيناريو جزائري، هكذا يقول ضيفي الدكتور طارق المرسي. ما تعليقك؟ أنا بس هقول الأول تعليق على اللي سمعته دلوقتي. هذه الجماعة الفاشية، يعني الفاشية لها صفات، أنها تعتقد أنها تمتلك الحقيقة ولا ترى شيء إلا اللي هي بتشوفه. كلمة انقلاب اللي هم عمالين يكرروها زي اللبانة في بقهم، وبيبنوا عليها كل التصورات اللي بعد كده. كلمة انقلاب، لو كان ده انقلاب عسكري فعلا، كان الأستاذ ده ما كانش يقدر يقعد في قناة زي دي ويجيب اسم السيسي على لسانه لو ده انقلاب. إذا هو لكن هم ما يعرفوش انقلاب يعني إيه. هم عايزين يروجوا لكلمة انقلاب زي ما روجوا للكلمة الحقيرة بتاعت يسقط حكم العسكر دي. فهو النهاردة لما يفهم الأول يعني إيه انقلاب، عندما يتدخل الجيش هيتأكد، عندما يتدخل الجيش يعني يكون انقلابا. هكذا تعريف الانقلاب حسب الدكتور يعني. يا سيدي الفاضل، حضرتك أكيد فاهم يعني إيه انقلاب. الكلام ما كناش هنقدر نقعد القعده دي ونتكلم وندردش الكلام ده. زائد ان وزير الدفاع النهارده ملوش اي سلطات استثنائيه. تدخل في ايه؟ الجيش تدخل عشان يحافظ على الامن القومي. تاني هنقول الجيش تدخل يحمي المصريين من هذا التنظيم المسلح اللي بيروع وبيرهب. هو دلوقتي هو السؤال، هم عايزين ايه النهارده؟ يا يمسكوا الحكم يا يدمروا البلد، بس كده. هو ده مبدأهم يعني. هم طبعا بيشتغلوا يعني طبعا اجنده امريكيه، لان امريكا طبعا مع ما طرحه الدكتور طارق المرسي من ان نحن مقبلون على سيناريو جزائري. لا 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 اطلاقا اطلاقا، لن يكون. هم عايزين نوصلوا كده، لن يكون. هذه الجماعه في النزع الاخير في ايامها، لان هذه الجماعه من يصحح لي يقول من يعرض مصر لهذا، من يعرض مصر هو لهذا، من يستخدم الدبابه، هو من يستخدم العنف في مقابل معارضينه. طيب طب اكمل كلامي، اكمل كلامي ممكن؟ في شعب، في جيش بيضرب شعبه بالطائرة. اكمل كلامي ممكن؟ تفضل. هذه الجماعه من يوم ما انشئت لغايه النهارده، او لغايه فتره يعني 25 يناير، كانت بتصطدم كل مره بحائط النظام وتنهزم وتتنال خسائر ضخمه جدا من هذا النظام، من كل الانظمه. النهارده هي مصطدمه بالشعب، هي دي اللي مش فايتاهم ومش فاهمينها. هم النهارده مصطدمين بالشعب وليس بالنظام. عشان كده النهارده انا بقول واؤكد ان هذه الجماعه في النزع الاخير، وسوف تختفي وتنتهي. صحيح في تكلفه هتتم وفي وقت هنستغرقه شويه، لكن في النهايه هتنتهي هذه الجماعه وهتخرج كفصيل تام من المجتمع.
نعم. طيب أستاذ تقادم الخطيب، أيضا أعود إلى النقطة المحورية، مصر تتسع للجميع، الدولة تمد يدها، لكن هناك إجراءات على الأرض، هناك اعتقالات لقادة الإخوان المسلمين أو مجموعة من قادتهم، هناك مجموعة صف نعم، هل تعتقد أن كل ذلك ربما يؤدي إلى سيناريو مغاير تماما، أن تحدث اتفاقات، تحدث صفقات إلى آخره، ما رأيك؟ ومن الواضح يعني الآن هناك اتفاقات وهناك اتصالات، وأنا أعرف أن هناك اتصالات ما بين عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد علي بشر وعمر دراج، وأيضا يعني الأمن حينما دخل الاعتصام وفض الاعتصام هو لم يقبض على قيادات الجماعة الذين كانوا متواجدين في مسجد رابع العدوية، وأظن يعني بل أكاد أن أجزم أنها مسألة مقصودة، ليس من المعقول أن يكون أمن يطوق المنطقة ولا يخرج وهو يريد لهدف معين هذا الأمر، لكن هناك بعض الأمور الأساسية فيما يتعلق بمسألة مصر للجميع، أنا لا أتهم أحد بالخيانة، لهم أوامر لا لا لم يتم اعتقال يعني قيادات الإخوان ولم ينفذوا، محمد بديع حتى الآن لم يتم اعتقاله، محمود عزب حتى الآن لم يتم اعتقاله، محمد البلتاجي لم يتم اعتقاله، أيوه. عصام العدل لم يتم اعتقاله، هؤلاء لماذا لم يتم اعتقالهم؟ الجيش عن كذا لا مش لماذا تغاضى لماذا تغاضى الجيش اذا كان هناك اتفاق، فهو اتفاق بين قادتكم وما بين هناك تآمر العسكرية. يعني اذا السؤال. كان هناك ليست مساله تآمر بقدر ما ان هناك اتفاق على ان يكون هؤلاء انه يخلف على ان هؤلاء لا يعني اذا انت تعترف بان اعتقالكم قانوني، انت اللي بتقول انا برد على كلامك، انت حضرتك تضع نفسك في مساله انك الان فاضل القانون، يعني اذا كان الامر قانوني اذا حضرتك انت بتفترض شيء، يعني دعني اقول لك اشياء مهمه جدا، يعني انت كنت تتحدث عنها الان كلها مغالطات، انت كنت تتكلم عن الامن القومي وانت اول من انتهكت الامن القومي، الامن القومي الذي تتحدث عنه ثم تتحدث وتتخندق في مساله المصطلحات، انت اول من جعلت الحدود المصريه كلام مباحا، انت اول من تخندقت على المساله انت اول من تخندقت في المساله السوريه وجعلت وطردت قمت بطرد السفير وتخندقت في خندق الاداره الامريكيه، انت اول من ضيع حقوق المصريين فيما يتعلق بمساله ازمه النيل، انت اول من قتل جنودك على الحدود ولم تستطع ان تتخذ اي قرار، انت اول من كنت متواجد وترسل خطابات حب وغرام الى اسرائيل، هذه الاتهامات، هذا هو الامن القومي الذي تتكلم، انت الان تقوم بحرق الكنائس وتزب بالورقه الطائفيه في المسألة المصريه، يا اخي كيف يعني انت يا اخي معمول مسلسل كحرق الكنائس والمنشات، مسلسل امن الدوله اللي معروف 31 اذا كان هو مسلسل امن الدوله، لكن انت تتهم فصيل اذا ما كنت فصيل حافظ على الوحده الوطنيه، ليس فصيل ولا محافظ يا حبيب، ده كان نائب رئيس الحزب، انا اريد لك شيء، كان يحرق الكنائس، هذا المسلسل معروف حرق الكنائس والمنشآت، يا اخي خرج التلفزيون المصري امس ليعلن ان الاخوان حرقوا مبنى المقاولين العرب، وخرج رئيس شركه المقاولين العرب لا ما دعكش، ما هو نفس بص الاشياء تقاس على بعضها، لا يعني يعني خرج الكمتة تعالى في الحكم، لماذا لم تستطع ان تقضي على امن الدوله، انت احييت الامن الوطني وجعلته مره اخرى متواجد، حافظة الجيزة مين اللي حرقها؟ نتكلم على بس بهدوء شوي، هناك العديد من مسلسلات حرق الكنائس واستخدام ورقه الفتنه الطائفيه معروفه ايام الفكره السابقه، ستكمل فكرتك يا استاذ تقدم، ولكن بعد فاصل قصير نتابع بعد قليل. اذا نتابع الجزء الثالث والاخير من حوار الليله، وكنت قد وعدت الاستاذ تقدم الخطيب بدقيقه يعني يعبر فيها عن ما او يستكمل فيها ما، بالتالي نحن أمام أزمة حقيقية كما قلت في الشارع ومعروف لدى الجميع، والآن يعني الإخوان يعني حينما قلنا للأجهزة الأمنية لا تقوم بفض الاعتصام بالطريقة الأمنية لأن بالطريقة المسلحة، لأن الإخوان المسلمين سيستخدمون هذا الأمر لأنهم يجدون دور الضحية تماما، وبالتالي سيقومون بتدوير القضية، وما نراه اليوم حدث تماما، يعني حينما يأتي وزير خارجية قطر ويذهب إلى فرنسا ويتحدث عن مصر ويريد أن يدول القضية بهذه الصورة، لماذا تفعلون هذا الأمر؟ وكأننا يعني نحن من شعب آخر، الناس كلها عارفة ماذا الناس كلها إذا كانت يعني إذا كان القتل والشهداء ما أثرش معاك، فأنت تبتعد عن الإنسانية، أنت الرجل خارج الإنسانية، على فكرة ما حدث يعني من مذابح وحرق الجثث، أطرح سؤال أنا ضد عنصر الدولة، ولكن أنت من أرسلت هؤلاء الأبرياء لتقوم بالتضحية ولتجني مكاسب سياسية، هناك كان بعض الأسلحة التي استخدمت من قبلكم، يعني أردت أيضا أن أطرح هذا السؤال، لكن نتجاوز هذه النقطة، مسألة التدويل الأزمة والضغوط الغربية، سيادة اللواء محمد عكاشة، ربما كثيرون فهموا في حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم هو رد على كل هذه الضغوط الخارجية، حتى أن البعض يعني ربما ذهب في تعليقاته إلى أننا نعيش فترة الخمسينات والستينات من جديد، هل تتفق مع ذلك سيد عكاشة؟
هو كده طبعا بيوجه رسائل لأمريكا وحلفائها، لأن الموضوع طبعا واضح جدا. مصر حاليا النهاردة بتخوض حرب ضد أمريكا وحلفائها، لأن النهاردة بثورة 30 يونيو اللي حصلت أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي كان الاتفاق مع الإخوان على أنه هم اللي يعني ينفذوا المشهد الأخير بتاعه. اللواء محمد عكاشة لا يصلني للأسف، لكن سأعود إليه بالتأكيد ولن أترك هذه النقطة. سأطرح سؤالا على ضيفي الدكتور طارق المرسي. مسألة يعني الاستقواء بالخارج هذه أصبحت الآن على كل ألسنة معارضي جماعة الإخوان المسلمين، أنتم تستقون بالخارج، تستخدمون هذه الأزمة من أجل أن تضغط الحكومات الغربية لصالحكم. سيد الفاضل، العالم الآن هو قرية صغيرة زي ما احنا عارفين، حتى من مش من الآن مشاهد العنف ومشاهد الخارج إطار الإنسانية التي لم ترى إلا في مذابح الهوتو والتوتسي، عندما ترى أجساد مصريين يحرقها جهاز الأمن، أو عندما ترى مشهد رجال أمن يجرون الجثث لحرقها داخل الخيام، هذه المشاهد تسير أيام. يقولون أنكم أنتم يعني دفعتم الأمور إلى هذه الدرجة ورفضتم كل الوسطات لا يمكن من أجل أن تستخدموا هذه الدماء وهؤلاء الضحايا للعودة إلى مسألة المظلومية. في كل الأحوال إذا كنت أنا طلبت بالاعتصام وأنا اللي دفعتهم وأنا اللي بعتهم، لا يبرر إطلاقا أن تسحب جسد بشري يستحق كل تكريم. وماذا عن الجسد؟ استنى بس خلينا، ما فيش حاجة اسمها جسد تحت المنصة، ده تأليف الأنت فيه. وبص وبص عاوز تعرفها السلطات هل أنتم موافقون على مسألة لجنة تقصي حقائق؟ أيوة بالظبط. أنا أقول لحضرتك حاجة، هل أنتم موافقون؟ مراسل لوموند امبارح قال المتحدث الرسمي قال له قال انا كنت موجود تحت المنصه وهم بيطلعوا المنصه. انا شايفه خلينا بس نتكلم على حاجه مهمه جدا، ان احنا مصرين على ان تصوير الصراع بانه يحدث ما بين الاخوان وبين الدوله صراع سياسي. الصراع بين الاخوان والشعب. لا يا فندم، الصراع لا يوجد بين الشعب، انا انزل الشعب. انت لا تملك التحدث عن الشعب. الصراع ما بين الشعب المصري باكمله، احرار الشعب المصري، والسلطه العسكريه التي لم ترغب من 25 يناير في تسليم السلطه لمدنيين. عاوز تعرف المسلسل؟ معروف المسلسل. كل المحاولات انت السلطه العسكريه لماذا كرمتهم واعطيتهم قلادات؟ بص يعني ايه لما كنت انت ضدهم لماذا قمت بتكريمهم؟ انه يجي يراجع جرايد 54 والجرايد اللي موجوده الان نفس المانشيت بتاع الاهرام والمصري والجرايد اللي هي كلها مستاجره. طيب من خارج انتم محبط يعني مؤامره الاخوان. عارف اللي عارف عارف الكلام كده. فهمت انا عشان بس نختصر في الوقت يعني الاختصار يعني انتم منذ الخمسينيات لغايه الان ملائكه. لا نسعى لا ترتكبوا اي خطا. لا يا عبد الناصر يا سيد الفاضل، انا قلت لك مخطئ الملك فاروق. يا اخي لا يوجد من يخطئ، لكن هناك طيار له المنطق. لا أنا هذا المنطق يقول لك إيه؟ إن هناك طيار مصر على إيجاد دولة مدنية حديثة تتداول فيها السلطة عن طريق صناديق الانتخابات، وسلطة عسكرية غاشمة ترفض هذا، سواء باستخدام بعض المدنيين، سواء باستخدام بعض من فشلوا في الانتخابات. البلدعي فشل في الانتخابات، صباحي فشل في الانتخابات، الفتوح فشل. هؤلاء مجموعة الفاشلين عنك الآن واستقال يعني لأنه ضد عنف الدولة. أنت قلت شيطنت. هذا لا يا أخي أنا مش شيطنتوش. أنا بقول لك ما نعود إلى الدكتور. فشل الانتخابات يؤدي إلى دكتور لواء عكاشة. نستكمل مسألة الضغوط الخارجية، هل بالفعل هذه الكلمة التي ألقاها اليوم الفريق السيسي إنما كانت جزء منها رد على هذه الضغوط؟ هي موجهة للغرب بكاملها. ما أنا بقول لحضرتك، إحنا النهاردة بنواجه حرب ضد الولايات المتحدة لأن إحنا بنفشل لها المشروع اللي بتشغل عليه بقالها 40 سنة، ألا وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد. تم التقسيم طبعا في العراق وفي السودان وليبيا خلاص، وسوريا على وشك، وفضل المشهد الأخير اللي هو مصر. طبعا الإخوان لما الأمريكان دعموهم بالنفوذ وبالأموال كان الاتفاق بينهم والكونترات اللي اتكتب ان هم ينفذوا المشهد الأخير. بثورة 30 يونيو أفشلت كل هذا، وعشان كده أوباما بالذات يعني هيبذل كل جهد وهيستخدم كل الوسائل لحرب مصر.
فطبعا بيستدعي العالم كله، زائد ان في طبعا دول بتحارب لمصالح ليها زي تركيا وزي قطر وزي اسرائيل، طبعا كلهم كل واحد ليه مصلحه، فمش يعني من مصلحته انه يخش في هذه الحرب. لكن انا بقول لحضرتك انا واثق تماما بان احنا هننتصر في هذه المعركه، لان المعركه دي هنستحمل اي ضغوط هتحصل. اذا فكروا يعملوا قصه ليبيا هنا، فال 30 مليون مصري اللي نزلوا تأييدا للسيسي عشان ما استدعاهم، هؤلاء ال 30 مليون هيبقوا 30 مليون شهيد. طيب يعني هل هناك بالفعل ظهير شعبي الآن في مواجهة هذه الضغوط سيد تقدم؟ يعني أنا أتعجب من الإخوان، يعني يريدون أن يساندهم الشعب وفي نفس الوقت يتجهون إلى الخارج، كيف تطلب ضد الخارج وفي نفس الوقت تراهن على الداخل؟ براغماتية يا أخي. يعني هذه ليست براغماتية بقدر ما هي عملية، يعني يعني أنا لا أريد أن أستخدم مسألة انحطاط للقيم السياسية بالكامل، يعني هذه مسألة يعني فضل. يعني لا أنتم أنتم مارستم الانحطاط على استبداد، أنتم مارستم الانحطاط على مدار الشيء بهذا الشيء الآخر. الشيء الآخر الشيء الآخر سيد عمرو، يعني غير مقبول. الشيء الآخر سيد عمرو أن هناك يعني أن هناك هذه المعركة التي توصف الآن بالمعركة ليس فيها منتصر، هذه معركة فيها خاسر. أنا الآن أدافع عن الإخوان المسلمين وقلت بأننا ضد عنف الدولة، ولا يعجب قادة الإخوان المسلمين وهم لا زالوا طلقاء، وأعتقد منهم يعني كذلك كبيرة جدا يجب أن تقدم للمحاكمة على ما مرسوه من تحريض وعلى ما مرسوه من قتل، وعلى الزج بأتباعهم أن يكونوا في مواجهة قوات الشرطة التي للأسف التي لم يقوموا بتطهيرها. طيب. والتي لم يحاولوا أن يقتصوا للشهداء. أنا فهمت هذه النقطة. الآن يجنون هذه المرارة، هم عليهم أن يتحملوا هذا الأمر. طيب. عليهم دكتور. أن يعودوا إلى رشدهم، وعليهم أن يسحبوا متظاهريهم المسلحين من الشوارع، وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية. طيب. لأن الدولة إذا ما دخلت في عنف هم أول. طيب. من سيدفعون هذا الثمن. هل هناك إمكانية دكتور طارق تقديم خطوة إلى الأمام في أجل إنهاء هذا الحرب؟ بالتأكيد هناك خطوة أكثر من سيناريو مطروح، وظهرت أيضا أن هناك عدة مباريات أفشلها الجيش، لكن المطلوب الآن أن يعود الجيش خطوة إلى الوراء، أن تختفي هذه القيادات الانقلابية من المشهد، ثم يجلس السياسيين. يا سيدي بس انا يا سيدي انا لا يهمني عوده الدكتور، انا يهمني عوده الدوله المدنيه الحديثه الذي يصل الى الحكم عن طريق الصندوق على عيني وراسي، لكن لن يصل عن طريق ولن نسمح ولا لا 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 لن نسمح هذا. هل تقبلون بها؟ لا لا. خارطه الطريق وضعها رجل جاء على ظهر الدبابة. خارطة الطريق عندما تضع خارطة الطريق تضع كيف تضع خارطة الطريق؟ عشان احنا بنستخدم برضو مصطلحاتنا احنا مش عارفينها. خارطة الطريق توضع عن طريق مجموعة تجلس وتضع خارطة الطريق. ما جاء بالانقلاب الدموي لن يستطيع ان يمر من قبل شعب مصر وبالطرق السلمية. لن تستطيع هذه القوة الغاشمة. أسألك أخيرا، يعني هل جماعة الإخوان المسلمين تستمر في التظاهر في الاعتصامات؟ يا سيد الفاضل بالطريقه التي رايناها كل الوسائل السلميه متاحه لكل من هو موجود ويطالب بالدوله الديمقراطيه عليها وماذا عن المظاهر المسلحه؟ لا توجد مظاهر الا ما اقول لك المظاهر المسلحه. المظاهر المسلحه هي ما يخلقها اتباع الامن الوطني واتباع يا اخي الجيش. كل الناس كانت شايفه امبارح محاوله الاهام بانه يوجد ضرب نار من المأذنه. طيب. وهذا كلام معروف. لماذا لم تخرج اليوم في مظاهرات؟ ولماذا كان من مظاهرات قال لك مظاهرات؟ لا يا فندم يعني انا جاي من مسيره. هو ببساطة جدا لأننا يعني رصدنا سنايبر موجودين بالقرب من طيب. المحكمة الدستورية، فتم تحويل مسار الوقفات. شكرا. وتم الوقفات تمت كلها اليوم. دكتور طارق المرسي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وأشكر أيضا القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الأستاذ تقادم الخطيب، وشكر موصول للخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عكاشة.